أعلنت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية البدء في اعتماد خدمة الإشعارات الحكومية إشعارات في الإعلانات القضائية للأفراد، وذلك بهدف رفع كفاءة الخدمات ودعم استدامة البيئة اعتبارا من شهر يناير 2025. وقالت الوزارة إن هذه الخطوة تأتي في إطار استكمال التحول الإلكتروني في جميع إعلانات المحاكم عبر استخدام قاعدة البيانات التي توفرها هذه المنصة الموحدة. وأكدت الوزارة أن اعتماد خدمة إشعارات سيسهم في تسهيل إجراءات التقاضي بما يكفل تبليغ أطراف الدعوة من الأفراد بالإعلانات القضائية عبر عناوين موثوقة ومحدثة. وحثت الوزارة جميع المحامين والأفراد المتقاضين على ضرورة التسجيل في النظام الوطني للإشعارات الحكومية المتاح عبر البوابة الوطنية لمملكة البحرين والمبادرة بتحديث بياناتهم في حال حدوث أي تغيير عليها، إذ سيتم اعتماد عناوين الاتصال المسجلة في هذه المنصة كأساس للإعلان القضائي.